أهلا بكم من جديد في هذا الجزء الثاني من الرأي الحر، والذي نركز فيه على المشهد التونسي في جوانب عدة. الجانب المواد المفقودة، ياريت المواطن التونسي اللي تابعني الآن إذا كان النخبة السياسية صارت خطوة لقدام وخطوة التالي كما يقال بالعامية، بعضهم لديه اعتبارات خفض من سقفه قليلا، بعضهم ما زال يتحدث، وآخرون آثروا أن يصمتوا، لكن المواطن التونسي سقفه عالي. من حقك أن تدافع عن 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 تونس، من حقك أن تشكو نقص المواد الغذائية، السكر، الزيت، الفارينة، والآن الأدوية. هذا المنبر يوفر لك هذه المساحة لتصدح بصوتك. الصمت لا يؤدي إلى حل المشكلة ولا يؤدي إلى توفير الحاجات. الصمت يعطي ربما رسائل خاطئة إلى سلطة الانقلاب كما يقول البعض بأن سياساتها صحيحة وصائبة. الصمت مضر، لا يفيد. لا أحد يدعو إلى يعني أفعال خارج على إطار القانون، ولكن الحديث والوقوف والمطالبة بالحقوق هي كلها خطوات يكفلها القانون في كل دول العالم. إذن المواطن التونسي اللي تابعني الآن بإمكانه يشارك بعد قليل ويسمعنا، يحدثنا على فقدان السكر، الناس تتناحر على كيلو سكر، فقدان الفارينة، فقدان الزيت، الأدوية، الواقع، تصريحات سعيد يتحدث على الهجرة. هل أولوية التونسيين أنه نعملوا قمة حول الهجرة؟ وما دخلنا بالهجرة، تروح الدول الأوروبية تعمل مؤتمر على كيفها. يعني احنا دول، يعني هذه الدول العربية والإفريقية هي دول مصدرة وليست مستقبلة، فالدول التي تستقبل تعمل مؤتمر وعشرين مؤتمر وتحل هذه الإشكاليات على كيفها، على هواها. ثم سعيد يقول أنه السيادة وما السيادة، بأن تونس تعطي دروس. بالله تونس ما زال بإمكانها الآن تعطي دروس وهي في هذه الحالة؟ أنا لا أدري الحقيقة، والله أتساءل فقط. دعا الرئيس التونسي المنقلب قيس سعيد إلى فرض ضرائب إضافية على من؟ قال على الأغنياء، بدلاً من رفع الدعم عن بعض المواد الغذائية، مؤكداً أنه لا يجوز لأي وزير التصرف خارج السياسة التي يضبطها رئيس الجمهورية وفق قوله. يعني عليكم جميعا السمع والطاعة، هو اللي يسطر وانت تنفذ ايها الوزير فقط. قيس سعيد هاجم اليوم صندوق النقد الدولي معتبرا ان شروطه بمثابة عود ثقاب يشتعل الى جانب مواد شديدة الانفجار. في مكالمة هاتفية جمعته بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ذكر سعيد بالأحداث الدامية التي سقط خلالها مئات الشهداء في يناير 84 حين تم رفع الدعم عن الحبوب ومشتقاتها، فالسلم الأهلي لا ثمن له وفق قوله. ولا أدري لماذا يستدعي أو يعود قيس سعيد لتلك الأحداث مع رئيس دولة أجنبية، شو علاقته ماكرون؟ لا أدري. أشارت الرئاسة التونسية إلى أن اتصال قيس سعيد بماكرون ناقش مجموعة من القضايا، من بينها خاصة مسألة الهجرة غير النظامية. طبعا هذه الصورة هي في زيارة سابقة لقيس سعيد إلى باريس. من جهة أخرى أكد سعيد على تمسك تونس بسيادتها وعلى ثوابت سياستها الخارجية، ومن أهمها رفضها التدخل في شؤونها الداخلية. وقال سعيد إن تونس قادرة على أن تعطي دروسا، لا أن تتلقى دروسا من أي جهة كانت وفق قوله. في الأثناء حذرت وزيرة المالية التونسية سهام نمصية من أن حدوث أي خلل في سداد القروض الخارجية سيؤدي إلى إفلاس الدولة. يأتي هذا في وقت تعيش فيه تونس على وقع أزمة نقص دواء جراء المشاكل المالية المتفاقمة في البلاد، ما يهدد حياة الألاف من المصابين بأمراض مزمنة. منذ شهور الحقيقة اختفت مئات الأدوية من أرفف الصيدليات في أرجاء البلاد، بما في ذلك علاجات مهمة لأمراض مزمنة مثل القلب والسرطان والسكري. يضاف الدواء إلى العديد من المواد الأساسية المفقودة الأخرى على غرار السكر والزيت والطحين وغيرها، ما يزيد من إرهاق المواطن التونسي وصعوبة الحياة. من جهة ثانية تشهد قضية التآمر على أمن الدولة، هذه القضية المزعومة التي اعتقل بسببها عدد من القيادات السياسية، تطورات جديدة إثر سماع أحد المخبرين في القضية وفق الطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن الموقوفين. وقالت عضو هيئة الدفاع دليل مصدق إن المخبر أضاف أسماء جديدة لمن زعم أنهم متآمرون، في حين ثبت أن بعض من ذكرت أسماؤهم
توفوا منذ سنوات، أي قبل أحداث القضية، إلى جانب وجود تضارب في أقواله. تتداول المصادر التونسية أن التحقيقات شملت عدة شخصيات على غرار رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهدي اللي أمامكم الآن على الشاشة، المديرة السابقة لديوان الرئيس التونسي المنقلب قيس سعيد نادي عكاشة، رئيس البرلمان وحركة النهضة راشد الغنوشي الذي يقبع في السجن حاليا فضلا عن الرئيس السابق لبلدية الزهرة في العاصمة التونسية محمد ريال الحمزاوي، إضافة إلى عدد من الأمنيين والصحفيين. الرئيس التونسي المنقلب إذن يعزف مجددا على وتر السيادة والاستقلال كما يقول البعض، ويقول إن تونس قادرة على أن تعطي دروسا لا أن تتلقى أي دروس ومن أي جهة. الدواء يضاف إلى المواد الأخرى المفقودة في البلاد، أزمة نقص دواء حادة تضرب البلاد واختفاء أدوية ضرورية من الصيدليات، المرضى يخوضون صراع محموم للعثور على الدواء وسط عجز الدولة على استيراد كل احتياجاتها من الأدوية والعديد من المواد الغذائية الأساسية كما قلنا السكر والطحين وغير ذلك. فما هو الخلاص؟ والحال أن قائد الانقلاب ما زال يرى في نفسه المنقذ، وإشكالية في تونس حقيقية، يعني لا أحد يقر بالفشل رغم أن الفشل عنده عناوين، لكن لا توجد عناوين أوضح مما يشاهده المواطن العادي وحتى اللي من خارج تونس. الآن المشهد في تونس، الدواء الآن بات عملة نادرة، مواد غذائية مفقودة، سياسة ماتت وقبرت، لا حوار، علاقات دولية متأزمة، ويجيك يعني الرئيس المنقلب ويقول لك والله نعطي دروس. عن أي دروس يتحدث؟ على كل حال نعود الجمهور بعد قليل، ويريد دائما أنا أقول بأنه المواطن التونسي ما زال سقفه أعلى من كل السياسيين وكل الأحزاب، لأن هناك بعض الأحزاب وخصوصا الأحزاب الخمسة التي يعرفها المواطن التونسي صمتت ولا يسمع لها حس ولا ركز، وهذا يطرح مليون علامة استفهام. أنا أشير هنا بين ظفرين في عشرية الثورة وعشرية الديمقراطية وعشرية الصوت والسقف المرتفع، كان حزب العمال وعدد من الأحزاب يسيرون مظاهرة كل سبت على مدى فترة طويلة ولا أحد يعترض سبيلهم، وكانت الحياة السياسية حية، الحياة كانت تنبض في تونس من كل النواحي. لكن هذه الأحزاب الآن لا ترى ربما داعي للتظاهر. هذا سؤال يطرح كما يقول البعض. أرحب في البداية بضيفنا الأول في هذه الساعة الأستاذ عز الدين حزقي، عضو جبهة الخلاص الوطني من تونس. سيد حزقي مساء الخير. قائمة التآمر المزعومة تتسع والأسماء تزداد الآن، من بينهم رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد وأسماء أخرى، هل تبينت خيوط واضحة لهذه المؤامرة المزعومة أم أنها ما تزال يعني تلفيق كما قال البعض في داخل تونس؟ مساء الخير صالح. أهلا بك، مساء الخيرات بك ولكل أصدقاء القناة المناضلة. شكرا لك أخ صالح. ماذا أقول؟ ماذا عساي أن أقول؟ لقد معناها وصلنا إلى نهاية العبث، يعني التآمر والإرهاب في بلادنا أصبح كشأنه شأن القضايا العادية متاع السكر الواضح في الطريق العام، معناها نقبض عليك بتهمة بوشاية، معناها يجيني أي إنسان يجب يقدم وشاية بأي إنسان آخر يكذب عليه، القاضي والمعني بالأمر يقبضوا على المعني بالأمر دون تثبت في جدية ما قال المخبر، يضعونه في السجن وكأن السجون هنا معناها بلاش، ثم بعد يعمل بهم ربما سيجدون بعض الأدلة أو بعض الإثباتات لما قاله المخبر. هناك مخبر قال لم أقل شيئا، لا أنكر المسكين، جاء في قضية أخرى هو شاكي، هذا هو محامي، هذا قال الحكاية هذه، قال أنا شاكي بناس أخرين، كلام اللي خرجوه في المؤامرة حسب المؤامرة هو كلام هو
ادعاءاتي انا في قضيه اخرى. معنا شوف وين وصلنا ونوصل لعبث. يعني اليوم الوضع في تونس وضع المناضلين والمخطوفين الاسرى في المعتقلات المنقلب هي تعتبر جريمه ضد الانسانيه. لماذا جريمه ضد الانسانيه؟ لان المعتقلين اعتقلوا دون دليل واحد على ما يدعي القاضي وعلى ما يدعي الحاكم والمنقلب. لكن يعني سيد حزقي يعني هو الذي يستعصي الحقيقة على فهم الكثيرين من داخل تونس ومن خارجها، هو كيف يمكن أن يمر هذا العبث وأن يعتقل هؤلاء الذين تقول أنت وتؤكد وكثير من ضيوفنا يؤكدون براءتهم وبأن هذه التهم هي كلام فاضي وبأن هؤلاء المخبرين لا شيء لديهم، كيف يمكن أن يتم هذا وفق رغبة النظام؟ يعني كيف؟ أتحدى هذا النظام بفطرين، هو ليس نظامه عبد، هو وضع سريالي تعيش تونس، ما تعيش لا نظام لا حتى شيء. أتحدى من يدعي ذلك أن يأتي بدليل واحد بمقتضى يوضع إنسان في السجن بدعوى التآمر. ما هذا هو الذي أردت أن أسأل عنه سيد حزقي، في ظل غياب الدليل القاطع وأن هؤلاء أبرياء على الأقل بن ظفرين، لماذا لا يطلق سراحهم فورا إذا كانت الدولة محترمة وجهاز الشرطة محترم وجهاز القضاء محترم ودولة تونس التي يعني كانت متميزة على العديد من الدول المجاورة في المنطقة العربية تبدو الآن غريبة؟ مع الأسف لم يعد لنا قضاء، القضاء يبقى يتعين، القضاة مرعوبين، القضاة غير مستقلين اطلاقا، لانه قال بالحرف الواحد اللي ما يمشيش مع كيما نحب انا يعتبر مجرم. القاضي اللي ما يمشيش ما يطبقش اللي نقوله انا يعتبر هو كذلك مجرم. وحال قاضي كما قلت هناك قاضي تحقيق اجتهد مسيكن المسكين واطلق سراح المعتقل فتم خلعه ببساطه وهو الان مرفوض. يعني لم يعد هناك قضاء، هناك قيس سعيد حطم الدوله، حطم كل مؤسسات الدوله لانه اصبح يتحكم في كل المؤسسات. معاشر لم يعد هناك دوله بدون هناك قيس سعيد، هو القضاء هو العدل هو التعليم هو الصحه هو الفلاحه هو كل شيء وهو لا شيء، لانه لم يجد ولا لم يوجد لنا ولو حلا واحدا لمشكله واحده. طيلة 4 سنوات قيس سعيد لم يقدم للبلاد حلا بسيطا مهما كان، بالعكس حطم كل ما بني. ولكن سيد حزقي يعني هذا امر فعلا غريب. قيس سعيد لا يبدو بالمقاييس المعهوده والمعروفه لدكتاتوريات في المنطقه لا يمتلك حتى عشرها، يعني رجل يبدو بسيط إلى حد الآن رغم كل ما فعله، فلماذا لا يستعصي كل هذه الأجسام، الجسم القضائي والجسم التعليمي والجسم لا أدري أنا والسياسيين والأحزاب والشارع ويتمسك بدولة القانون والمؤسسات؟ لماذا ينهار الجميع أمام شخص لا يبدو الحقيقة بهذه القوة وهذه العنجهية رغم كل ما فعله كما قلت؟ مع الأسف هي ليست قوة، بالعكس أراه الاستبداد ليس في متناول كل الناس. الاستبداد ليست رغبة، الاستبداد هي إمكانيات. المستبدين عبر التاريخ كانوا قادرين على تنفيذ استبدادهم. هذا الشخص لا يملك أي شيء، لا يملك ماضي، لا يملك تاريخ نضالي، لا يملك حزب، لا يملك تجربة في السلطة، لا يملك رؤية، لا يملك شيء. لذلك هو يقفز الى الامام، يضع الناس بسجون بتهم خياليه كي يلهي الناس عن مشاكلهم الحقيقيه. انا زوجتي اليوم تحكي بك على الدواء، انا عندي زوجتي مريضه 4 ولا 5 طرق مرات توا نبعث لفرنسا باش يجيبوا لي الدواء، ربي كان عندي علاقات. يعني الدواء ما تهمش، الاكل انا ما عنديش سكر في الدار. الله اكبر. ما تمش فارينا، ما عنديش فارينا، ما عندي ابسط الاشياء اللي كانت تعمل اي شيء، ما عندكش فارينا، ما عندكش سكر، ما عندكش. طيب رغم سيد حزقي، رغم كل هذا الفشل الذي يتحدث عنه التونسيين الان شرقا وغربا شمالا وجنوبا، الا انه قيس سعيد ما زال يجد متسع من الوقت ومتسع في خطاباته،
للحديث عن أن تونس تعطي دروس للآخرين ولا تتلقى درس من أحد. كيف يمكن التعليق على مثل هذا الخطاب؟ والله لو يعطي دروس لنفسه لكان أحسن. هو كل مرة يكتب حاجة ومن بعد يقول أنا فيها أخطاء، هو نفسه يكذب نفسه. عز على كل شيء، والعاجز غالبا يخفي عزه بادعاءات باطلة. طبعا والله شيء يألمني، يألمنا كتوانسة أن نوصلوا في المستوى هذا أمام الناس. معناه أضعف أقل مشكلة في تونس ما نجمش يحلها، ويبدأ في نفس الوقت يحل المشاكل الإنسانية. والله عيب، والله معناه شيء مقرف، شيء مؤسف في نفس طيب الوقت. أمام شيء أمام هذا الشيء المؤسف سيد حزقي، يفترض أن المواطن التونسي ونخبته بالأساس أنها تكون قادرة أيضاً على أن تكون بديل على الأقل نظرياً، وتتآلف وتتقارب، لأنه لا يمكن أن يكون الجميع الآن مفلس من حيث الرؤية ومن حيث البديل ومن حيث حتى القدرة على التواصل والعلاج. أين هي النخبة؟ أين هي جبهة الخلاص؟ لأن المواطن التونسي طفح كيله سيد حزقي. هل هناك خطوات قريبة لقلب الطاولة وعودة بتونس إلى مسارها الديمقراطي، أم أنه لا رجاء ولا أمل؟ لا، هناك حقيقة أخرى يجبنا نشوفها. قيس سعيد وضع مناضلين، اختطف مناضلين ووضعهم أصلا في المعتقلات لأنه خاف من أنهم يوحدوا المعارضة. هذا هو اسمه الحقيقي والوحيد. لكن ربع ثارة النافعة بوجودهم في المعتقلات أصبحوا هم أصلا موحدين في نفس القضية. هذا واحد. ألو؟ نعم نسمع إليك، تفضل. ثانيا، وحد العائلات اللي ما كانش تعرف بعض، أصبح ثم مجموعة كبيرة ياسر من اللي كانوا ما يعرفوش بعض ما أصبحوا يناضلوا يوميا في الشارع. ثالثا، بدأ التقارب الفعلي بين الأطراف المعارضة الأخرى، الأحزاب الأخرى. الندوة الصحفية عملناها البارح أو الأمس، حاضرة فيها كل الأحزاب في مقر الحزب الجمهوري، حاضر فيها كل الأحزاب، حتى الأحزاب الخمسة. أي حضر من ممثل عليهم. جميل. وكان موقف رائع. لا، هناك بداية وعي عند هؤلاء الأحزاب اللي تأخروا في الواقع كما قلت أنت. صح، تأخروا، ولكن كما أقول مثلا الفرنساوي أحسن أنك تخرج فيما ما تخلص خلاص. يعني هناك عملية إحباط لمؤامرة السلطة ضد المعارضة، لأن اعتبر أن السلطة قائمة بمؤامرة ضد المعارضة بادعاءات وخلق قضايا مفتعلة سريالية مضحكة مؤسفة مبكية في نفس الوقت. ولكن يبدو أن الوجه الآخر بدأ يظهر، وهو عكس ما كان يدعي أو عكس ما كان يريد المنقلب أن يفعل. هناك بداية وعي، ونحن كما نقولها، المعركة الأخيرة معركة نهائية ستكون، لسنا احنا اللي باش نحيوا المنقلب، راهو لا، اللي باش نحيوا المنقلب هو الشعب التونسي. ومعركته مع قيس سعيد قادمة لا محالة. يعني أنا أختم بكلمة واحدة سيد حزقي، أختم بكلمة واحدة ذكرها الرئيس الأسبق المرزوقي في حوار أخيرا أجريناه في هذا البرنامج معه، يقول أنه أخشى ما أخشاه أن تسبقنا المنظومة في إحداث التغيير. سؤالي هو التالي، هل أنتم يعني على مدى 24 ساعة يعني تجتهدون في سبيل تخليص تونس من هذا المستنقع، أم أن الحركة بطيئة وبالتالي تفسحون المجال لأطراف أخرى لأن تسبقكم بعجالة لو تكرم؟ لا هؤلاء بقايا النظام السابق، ما خافش منهم، لأنهم هم عزهم عن هم صناع الذين كانوا يعملون مع بن علي، صناع معناها أعرفهم، لم تستطع أن تقود مشاكل بن علي ولم تستطع أن تعدي بن علي، ما بالك بهؤلاء. الضعف الآن، الضعف الحقيقي هو في المعارضة، ولا المنقلب والذي يقف وراءه ليس أقوياء، هم أقوياء بضعف المعارضة. لو تتحد المعارضة أعتقد حينها
سيفقد كل ما كل المقا الانقلاب سيفقد كل معطياته. جميل. مبررات. الأستاذ عز الدين حزقي. وينتهي من وراءه. ما خافش منهم لأنهم أكيد شيء غربي. هو المنقلب ومن يقف وراءه ليس لهم جميعا ليس لهم رؤية وبرنامج يقال تونس. تونس الآن تصرخ. تونس الآن تغرق. الأستاذ عز الدين حزقي، نعتذر طبعا للرداءة في الصوت في نهاية هذه المداخلة، نشكره على كل حال عضو جبهة الخلاص الوطني، كنت معنا من تونس شهداء جدا الحقيقة بهذا الحوار. بعد قليل سيكون معنا الدكتور عبد اللطيف المكي وزير الصحة الأسبق، ولكن قبل ذلك سنعطي فرصة طبعا للجمهور أيضا للإدلاء بدلوه اللي عنده الآن مداخلة يتفضل. ولكن قبل ذلك أقرب لكم الصورة لما يجري في تونس. هذه مشاهد من العديد من المشاهد طبعا تحفل بها كل المدن التونسية، والمواطن اللي يعيش في الداخل يعرف ذلك. هذه مشاهد أيها السادة لتونسيين يتصارعون من يعني يحصل على قليل من مادة السكر، والسكر تعرفون يعني تحتاجه العائلات التونسية والعربية في الشاي في القهوة في مواد عديدة يعني أخرى، مادة رئيسية وأساسية. نتابع المواطن التونسي كيف يصارع لأجل القليل من السكر ثم نعود. شوفوا تونس 2027، شوفوا العارك على السكر، شوفوا 2027 العارك على السكر، شوفوا 2027 العارك على السكر. فرجوا بالله تفرجوا بالله تفرجوا يا ابو محمد. فرج يا ناس فرج 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 مشاهد الحقيقة أقل ما يقال فيها بأنها مؤلمة، مؤلمة للغاية ومؤسفة ومخزية أيضا في نفس الوقت، مخزية لمن تسبب في حصول هذا الذي يحصل. كيف تعجز تونس عن استيراد قليل من السكر وقليل من الزيت وقليل من الأدوية. الهوادي من ليبيا مساء الخير. مساء النور، السلام عليكم. وعليك السلام، تفضل عزيزي. وعليك السلام. أولا مساء الخير و تحية طيبة لك أخي صالح ولقناتكم الموقرة وإلى جميع السادة النظارة الكرام. الحقيقة الأزمة التونسية هي امتداد لأزمة الدولة الليبية، لأن الدولة الليبية هي من كانت تمد تونس بالسياحة العلاجية ورفع من مستوى الاقتصاد التونسي. إلا ما نشهده الآن هو عدم وجود رؤية حقيقية للقيادة التونسية للنهوض بالاقتصاد التونسي نتيجة الدكتاتورية ونتيجة فرض النظام الأوحد
مما أبعد جميع القيادات التونسية الاقتصادية ونحن نثق فيهم ونعرفهم جيدا في قيادة المرحلة للخروج من هذه الأزمة. ونتيجة الفوضى الخلاقة التي خلقت ووضعت في الشمال الإفريقي التي فلتت زمامها من أمريكا وتوغلت إلى العمق الأفريقي وخسران فرنسا إلى حلفائها في العمق الأفريقي نتيجة الاستثمار مليار دولار فقط. جميل. بينما كان الاستثمار التونسي الاستثمار الصيني الروسي أكثر من 500 مليار. فالانفلات السياسي والفوضى الخلاقة التي خلقها الغرب في الدول العربية هي اللي انعكست على الاقتصاد في الشمال الأفريقي. شكرا لك. أشكر لك. واضح واضح الفكرة. الهوادي من ليبيا شكرا لك حتى لا نبتعد، يعني دعونا نبقى في الداخل التونسي. سعيد من السويد. سعيد. سعيد مساء الخير تفضل. السلام عليكم استاذ صالح. وعليك السلام. يعني أنا مش محلل كبير يعني ولا شيء يعني، بس أنا لما أول ما جاء قيس سعيد وقال إنه فرنسا ما احتلت تونس خلاص يعني فيش حكي بعدها يعني يعني خلاص ما بعرف شو بدي أقول الواحد يعني كمان. شكرا لك. شكرا لك سعيد من السويد. طيب نحن دائما يعني الحقيقة نعطي أولوية لأصحاب المشهد، وإذا التونسي الآن اللي تابعني الأرقام أمامك على الشاشة عندك سكايب اطلع صورة وصوت وخلينا يعني نرى جرأتك، أو تطلع يعني واتساب أو غيره يعني واسمعنا صوتك. صوفيا من ألوانيا ألمانيا تقول قد نرى قيس سعيد قريبا، وبعد تقبيل كتفي رئيسة الوزراء الإيطالية يعطيها درسا عنوانه قولي الحق ولو كان على نفسك، ويعيدها بطلب المعونة بجملة صبح على تونس بدينار. يعني الموضوع على كل حال ربما يبدو لصوفيا أنه هزلي، لا الموضوع جد يا جماعة، إحنا لا نهزل هنا. الوضع في تونس وضع صعب للغاية، ناس مش لاقية شوية فرينة أو طحين، لا تجد الزيت، لا تجد السكر، لا تجد الآن الدواء. أزمة سياسية يعني، لأنه عادة لما يكون أزمة اقتصادية النخبة هي التي تجد حل لأن هذا هو دور السياسي، لكن لما تكون لا توجد مناخات للحوار، لا توجد مناخات لحل سياسي، الرئيس المنقلب لا يبدو متجه للانتخابات مبكرة، لأنه السياسي في الغرب هذا معروف في كل دول العالم وليس يعني بدعة، أنه إذا عجز السياسي يعود إلى الشعب، والعودة إلى الشعب من خلال الصناديق. سعيد الآن لو يقول بعد 3 شهور نجري انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة وانتهينا تونس تخرج من أزمتها، لكن هذا الكبر والهروب إلى الأمام لا يؤدي لحل كما يقول الخبراء، هذا هو المشكلة. أبو ضياء من تونس يقول تونس الآن أمثلها بدكان صاحب فالس، والبضاعة التي تباع لا يستطيع تعويضها، بحيث الحكاية حكاية وقت ويصبح الدكان سقف وقاعة كما يقول أبو ضياء من تونس. طيب لا أدري إذا كان التشبيه مناسب جدا، ولكن هذا ما قاله أبو ضياء. على كل حال نرحب الآن بضيفنا الثاني في هذه الساعة الدكتور عبد اللطيف المكي وزير الصحة الأسبق من تونس. دكتور المكي مساء الخير. أبدأ معك بهذا يا أهلا بيك. أبدأ معك بهذا بهذه الأزمة الحقيقة التي تبدو غير مسبوقة في تونس للأمانة، يعني فقدان لمادة السكر، فقدان لمادة الفارينة، فقدان للزيت، الآن التحق الدواء، سنعود إليه بعد قليل باعتبارك أنت وزير الصحة الأسبق، ولكن ما الذي أدى إلى أن تصل تونس إلى هذا المستوى؟ سوء إدارة، شح سيولة، عشرية سوداء كما يسميها بعض القريبين من سلطة الانقلاب، لماذا تونس يعني نزلت إلى هذا المستوى؟ أهلا وسهلا والسلام عليكم ورحمة الله أنتم وكل السادة المشاهدين. وعليكم السلام. العصر أنه فيه خيارات اقتصادية ما قبل الثورة فيها فساد داخلي، يعني فساد مستوطن داخل القوانين وداخل هيكل الفساد. كان من المفروض أن يقع إصلاح بعد الثورة، ولكن للأسف الصراعات السياسية
العرقلة حالت دون هذا الشيء. لكن الأمر تطور كثيرا بصورة سلبية بعد الانقلاب، لأنه إضافة إلى سوء الخيارات انضافت شح السيولة المالية وتفاقمت، وهنالك إدارة غير كفؤة باعتبار السيد قيس سعيد يحتكر كل القرارات ولا يترك مجالات لحكومته أن تجتهد، وكلما تعثرت وصفها بأن هناك إداريون مندسون وهناك مؤامرات. بالتالي كل أزمة يمكن تفسيرها بعديد العناصر، لكن لو نركز على السبب الأبرز هو شح السيولة الموجود حاليا. ولكن شح السيولة سيادة الوزير يعني يصل حتى إلى مسائل حياتية. الدواء الآن يعني الكثير من المرضى في تونس يقفون بين الحياة والموت، المسألة الآن باتت مقلقة للغاية. الآن الصيدليات رفوف العديد منها فارغة. يعني هذا مؤسف جدا، لأنه المسألة تتعلق بأمور حياتية ربما بضرر، ولكن في أغلب العائلات تضطر إلى أن تبيع ممتلكات توفير أو أشياء أخرى يستحقها المريض. ولكن المرضى يعني محدود، أصبح عموم الوطنيين يعانون من فقدان المواد الغذائية رغم ارتفاع أسعارها أو ارتفاع أسعارها. عموم المواطنين يعانون من شح المواد الغذائية في السوق. وربما لو طلبت سلطة الأمر الواقع أولوياتها لقد توفر مبالغ مالية كافية لجعل عادي ولا يضطر المواطن وصفوف للتسكين. وأزمة الدواء في تقديري لن تنتهي إلا بإصلاحات في قطاع الصحة. أنا أراها أمام عيني هذه الإصلاحات لو توفرت الإرادة السياسية. كان بإمكان قيس سعيد لو كان له برنامج أو رؤية أن يستغل سلطته في التشريع بالمراسيم ويصلح 3-4 قطاعات حياتية بالنسبة للمواطنين مثل قطاع الصحة. المثير أنه الدكتور المكي يعني قطاع الصحة يبدو على وشك الانهيار. هناك إضراب جوع، أدوية مفقودة، اعتصام مفتوح لعمال الصحة، وحديث حتى عن تعيينات متوقفة منذ 3 سنوات على الأقل. يعني أين هي الوزارة المهتمة وأنت كنت وزير صحة أسبق؟ يعني هل كان الوضع سيء حينها والآن أسوأ أم الآن هناك شبه انهيار برأيك؟ يعني أولا بالنسبة للنقابة الأساسية التي تعطت في الشغل الآن لا تنفذ الوقت، وبالتالي تحدث عنه هو قلي جدا وتأثير على العمل داخل قطاع الصحة. لكن الوضع صعب جدا جدا، لأنه لا يمكن بمجرد الإجراءات إدارية جزئية لا تمس التشريعات ولا تمس الهيكلة مثل هيكلة الصندوق الوطني للتأمين على المرض وهيكلة الصناديق الاجتماعية وأصلاح وضع المستشفيات بدرجة أن تكون عندها مرونة أكبر في التصرف، تشجيع الصناعة الوطنية من الأدوية حتى تصبح نسبة تزويدها للسوق أعلى مما هو حالي وربما تستطيع أن تصدر لتعوض ربما استيراد المواد الأولية بالعملة الصعبة. بدون مثل هذه الإجراءات سيظل قطاع الصحة يعاني هذه الصعوبات سواء كان في قطاع الأدوية أو في طاقة الاستيعاب. وهناك عنصر قوة ربما يغطي على كل هذه النقاص هو توفر الموارد البشرية من أطباء وممرضين وإداريين يكافحون كفاح عظيم من أجل أن يسدوا كل هذه الثغرات. بل بالعكس احنا في كل مرة نسمع بإنجاز طبي يرفع معنوياتنا، مثل بالأمس أو أول أمس
وقعت عملية زراعة نخاع عظمي لأول مرة تقع في إحدى مستشفيات يعني إسفاق. فالموارد البشرية هي تمثل عنصر قوة يغطي نوعا ما على بقية الثغرات بانتظار الإصلاحات. الدكتور عبد اللطيف المكي وزير الصحة الأسبق، كنت معنا من تونس، نشكرك جزيل الشكر. في انتظار الإصلاحات، والحقيقة الإصلاحات ليست فقط منتظرة في قطاع الصحة بل في كل القطاعات، ومن سيبدأ هذه الإصلاحات، والحال أن قيس سعيد يرى نفسه هو المصلح وهو الذي سيحول تونس من حال إلى أفضل حال، ولكن المواطن التونسي والخبير والمراقب من الداخل ومن خارج الحقيقة لا يرى إلا انهيارات متتالية للأسف، نقول ذلك. الحاج رضوان يقول الفضائيات التونسية والقنوات المختلفة تتحدث عن تهريب الدواء إلى ليبيا، وهذا غير صحيح على الإطلاق نظرا لفرق السعر بين الدينار الليبي والدينار التونسي، فتهريبه إلى ليبيا يعني وصوله للمستهلك بسعر أغلى يقول، وهذا غير منطقي، والمؤسف أن المواطن التونسي يصدق هذا الكلام. لا، ضيفنا كان واضح، وأيضا كل الخبراء الحقيقة واضحة عندهم المسألة يا رضوان، هي شح في العملة الصعبة، وبالتالي تونس لا تستورد الآن، ولهذا هناك فقر في الأدوية وفقر في الزيت وفقر في السكر وفقر في، والفقر سيتتالى إذا استمر هذا الحال. أنا لا أريد أن أخيف التونسيين، لكن والله العظيم مع عز الصيف يعني بعد شهرين ثلاثة إذا استمر الواقع هكذا ستصبح ربما فقر في أشياء أخرى. أنا أخاف أن يصل الفقر إلى الكسكسي وهي مادة رئيسية للمواطن التونسي. نأخذ مشارك. عبد الله مساء الخير. السلام عليكم أخ صالح. وعليك السلام. أتمنى تونس أن تخرج من هذه الأزمة لها. وأطلب، عندي طلب لك يا دكتور صالح. نعم. أطلب منك أن تسلط الضوء عن توقيف المذيع عبد الصمد ناصر من قناة الجزيرة حتى نعرف الحقيقة يا دكتور صالح. طيب، يعني لا أدري، الزميل عبد الصمد ناصر تداولت حوله الأخبار، ولكن يعني ماذا بإمكان هذا البرنامج أن يفعل؟ يعني شكرا لك على كل حال عبد الله من المغرب، شكرا لك. هناك إدارة وهي ترى يعني عندها قوانينها وعندها موظفيها وتتصرف، يعني لا نستطيع الحقيقة أن نتدخل في شؤون محطات أخرى محترمة. نأخذ مشارك. لطفي من تونس، تفضل. السلام عليكم سي صالح. وعليك السلام. والله سي صالح، انا بصراحه باش نركز على نقطه وحيده فقط، النقطه اللي سعيد اللي في الاتهامات الجديده داخل الاتهامات يوسف الشاهد و عكاشه. سي صالح، هذه فقط ايحاء للمواطن الناصري انه ليس هناك احد حول القانون. يوسف الشاهد في فرنسا يعرف هو لم يستطيع أن يطوله. عكاشة هو نفسه خداها في الليل، هو وصلها لفرنسا. يعني قال لكم بصراحة سعيد راني لك، ليس هناك قانون. لماذا لم ما يقصر المؤتمر القضية وليد البلطي، وهناك صحفيين وهناك مذيعين، لماذا من يمتهمش؟ لن يستطيع، عليهم فيتو. هو قال لكم راني نكذب عليكم، واضح ما دام قلت يوسف الشاهد وعكاشة، واضح. طيب، شكر لك لطفي من تونس. محمود من تونس ايضا عن طريق الواتساب يقول العيب ليس في هذا المعتوه كما يصفه الفاقد للعقل، بل في الجيش الذي لا يزال يترنح ولا يقبض عليه، والقيادة ومن معه ويأخذهم إلى مستشفى الرازي. هذا كلام محمود من تونس بالطبع. طيب، معنا مشارك ثاني. لا يصلني الصوت من الزملاء، لا أدري. طيب، مصطفى من هولندا يقول مشاهد إخواننا التوانسة يتصارعون على السكر مشاهد مؤلمة جدا، تبين إلى أي حد وصل إليه المشهد التونسي والمنقلب العنيد. علاء الدين مساء الخير. صالح، أنت وفريق العمل والإخوة المشاهدين، يا هلا بيك سيدي. إحنا ليش قاعدين من ضيع بوصلة تونس؟
سيدي فخامة المنصف المرزوقي قال لك إياها في أحد الحوارات، نسق مع الإخوة الشباب في تونس، تواصل معهم، الصف الثاني والثالث من الأحزاب. يا سيد صالح ما تسميهم بالنخبة جماعة فاشلين، رؤساء أحزاب تونس فاشلين، ما عندهم الشجاعة الأدبية يطلعوا يعتذروا من الشعب التونسي إنهم فاشلين، ضيعوا الثورة التونسية، قاعدين يتباكوا ويتلاطموا، المنقلب المنقلب، الشعب مش معاهم. ما الآن في وقتنا الحالي ليس لديهم قواعد شعبية. طيب من له قواعد شعبية إذن؟ تفضل، من لديه قواعد شعبية إذن؟ الشعب انفصل عنهم، انفصل عن ما تسميهم أنت بالنخبة. هي وانحاز لمن؟ الآن لدينا الصف الثاني والثالث من الأحزاب، تواصلوا معهم يا إخوان. فخامة المنصف المرزوقي قال لك إياها على الهوى يا صالح. طيب. وأنت لسه بتقعد تتواصل لي مع النخبة. ليس لدينا نخبة في تونس. شكرا لك، وجهة نظرك على كل حال. قد ترى أنت من خارج تونس هذا، ويرى آخرون بأن النخبة في تونس ما تزال لديها رؤية لو أتيحت لها الفرصة، ولا أوجدت الحل خلال أيام قليلة. يا عزيزي، أنت وكأنك تجلد الضحية وتترك اللي مسؤول على المشهد. الأحزاب الآن أعداد كبيرة من, 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 من رجالها في السجن، فكيف تتهمها هي وتذبحها هي وتتهمها هي بالفشل، والسيد الذي يمسك بمقاليد الأمور يعني تركه. على كل حال نأخذ مشارك. عبد العالي من المغرب يقول المنقلب سعيد خدر الشعب التونسي والمسؤولين وسحر أعينهم واسترهبهم، ووصل بالدولة إلى انقطاع مادة الدواء ولا أحد يتكلم. أنا لا أدري، البعض يعني من خارج تونس يتصور أنه تونس ميتة، الناس ما تتكلمش. لا، الناس تتكلم، لكن لا يعني أنه الكلام، لا يعني أنه قيام ثورة فجأة. الناس تتكلم على فكرة، والناس تنتقد ومش مرتاحة. يعني ما تتصور أن مواطن تونسي مرتاح أنه عنده السكر مفقود والزيت مفقود ولا أدري ماذا، والفرينة مفقودة، ويعاني على الخبز أيضا طول النهار، يجي الصبح. يعني الناس يا جماعة الخير تقوم باكرا حتى تحصل على باجيت واحدة، خبزة واحدة. الواقع في تونس في غاية المرارة. يعني المسألة ليست يعني طيب. يبدو عندي مشكلة الحقيقة في النت، حتى الواتساب أمامي فجأة توقف. على كل حال، عبد العظيم من الأردن يقول ما يحيرني هو سكوت الشعب التونسي عن هذا كما يصفه الأرعن، فالشعب الذي أسقط بن علي قادر على أن يسقط سعيد، فماذا ينتظر هذا الشعب أكثر من ذلك؟ لا غذاء ولا دواء ولا حياة كريمة كما يقول عبد العظيم. طيب، أكتفي بهذا القدر وأشكر كل من تفاعل معنا. هناك إشكالية للأسف أمامي، ربما العديد من الرسائل لم تصلني، لكن على كل حال سنعود لتناول المشهد التونسي بالتأكيد في حلقات قادمة مقبلة، لأن الواقع سيء، وللأسف أقولها يزداد سوءا. نتوقف كالعادة في نهاية هذه الحلقة مع فقرتنا الأخيرة مراسل الرأي الحر. أبدأ من الرسالة الأولى. ليلى أنور من هولندا: ما يعانيها أهلنا في تونس من تضييق على الحريات ومن غلاء المعيشة في ظل الحكم الانقلابي قيس سعيد الذي يستمد قوته من القوى الصلبة التي دفعته للانقلاب على الشرعية. لهذا أقول يسقط الانقلاب العسكري ولا عزاء كما يقول لمرتزقة الاستعمار الفرنسي، ووهم من يقول تونس دولة مستقلة ولها قرار سيادي مستقل. خالد من المغرب: الدولة هي عنوان لمن يحكمها، وإذا أردت أن تعرف قيمة أي دولة عربية انظر إلى من يحكمها وما هي سيرتها أو سيرته الذاتية وأصوله وتجاربه. يخطئ من يحسب أن لدينا أنظمة جمهورية عربية من المحيط إلى الخليج. أبو أحمد من الأردن: القدس سقطت من الأردن سنة 67 ولم تعمل لشيء أو لم تعمل شيء لإعادتها، فيجب أن تكون حالة تقشف إلى أن يتم استعادتها من المحتل الصهيوني. أبو أحمد من الأردن، والله لم أفهم ماذا تريد، يعني حالة تقشف لإعادتها. طيب، عثمان من السودان:
سبب الميليشيات في العالم العربي والإسلامي هو ظلم الحكام. الدعم السريع ليست ميليشيا، الدعم السريع قوات نظامية تأسست ببرلمان رسمي. لا مش صحيح. الدعم السريع عزيزي اقرأ عليها وعد إلى بداياتها. بدأت ميليشيا مسلحة تحيط بحميتي في تجارته في الصحاري لبيع الإبل والاتجار لاحقا بالذهب، قبل أن يستفيد منها عمر بشير ويضعها تحت إبط الدولة إن صح القول. والدليل على ذلك أنها ما زالت تحمل فيروساتها الأولى واصطدمت بالدولة، يعني شو نسميها الآن هذا الذي يجري في السودان. طيب على كل حال، أبو عبد الله من البحرين يقول هناك فرق شاسع بين ميليشيات حميتي وحفتر ومن يدافع عن أرضه وعرضه مثل المقاومة الشعب اليمني التي تواجهه إسرائيل وأمريكا وكما يحدث في لبنان واليمن. أبو عبد الله من البحرين واضح طبعا صاحب الرسالة وميوله، كل واحد يدندن على 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 هواه. يعني الحوثيين ما شاء الله عليهم مش ميليشيا، سيطروا على سلاح الدولة وأطاحوا نظام قائم وسيطروا على العاصمة. أكبر ميليشيا هددت الأمن والاستقرار في المنطقة العربية وأطاحت بنظام دولة عربية قائم هي ميليشيا الحوثي. كل هذه الميليشيات هي وباء على هذه الأمة، وميليشيات إرهابية قذرة تعمل خارج إطار القانون وتمتلك سلاح خارج إطار الدولة، وعلى الأمة العربية أن تطاردها جميعا بلا استثناء. طيب بقى أن نذكر كالعادة برقم هذه الفقرة في نهاية الحلقة لمن يود أن يرسل إلينا برسالة مكتوبة لا تزيد عن 5 أسطر أو فيديو. يا جماعة وهذا ما نحرضكم عليه، يا ريت تشيلوا الكسل، الأمة والله تعاني من كسل هذه الشعوب، الشعوب كسلانة فلا تكونوا مثلهم. حركوا الدنيا، استفيد من هذا المنبر، عندك الرقم أمامك واتساب، صور لي المشاهد، مشاهد العجز ومشاهد المحسوبية ومشاهد الفقر ومشاهد الفساد ومشاهد الصفيح في عواصمكم ومدنكم العربية، أي مشهد ترى أن يصل إلى الإعلام تفضل وصور فيديو لا يزيد عن دقيقة وأرسل به إلى هذا الرقم أمامك. لا تكون سلبي كالآخرين، شعوبنا بالفعل ماتت من الكسل وماتت من التواكل وماتت من الصمت، شعوب ميتة يعني تحولت. هذا المنبر هو منبرك، هذا المنبر هو الذي تبدأ به التغيير. الرقم أمامك على كل حال لمن يرغب، 0044-77-627-6809. أوصل صوتك وسجل، سجل مع الفقير والمحتاج والذي لا يملك منبر، سجل معه وارسل لهذا الفقرة، وأنا أعيدك بعرض كل الفيديوهات ولكن بتصوير يدك وليس بتصوير آخرين. دقيقة واحدة والموبايل بإيدك، كن أنت الفاعل والمقدام، ما تكون كسول ومتواكل. وشو راح يغير يعني أنا لو صورت فيديو وشو راح؟ نعم لا تقلل من المعروف شيء. الرقم مرة أخرى 0044-77-627-6809. الكسل والتواكل والصمت والله لا يؤدي بهذه الأمة إلا للمزيد من الخراب والمزيد من الدكتاتوريات، وذنبكم على جنبكم كما يقول المثل الشعب. في ختام هذه الحلقة، اللقاء يتجدد بحول الله يوم غد وفي نفس التوقيت، أستودعكم الله.